أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الجلوس في البيت لاستقبال المعزين لمدة ثلاث ما حكم الجلوس في البيت لاستقبال المعزين لمدة ثلاثة أيام؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن العزاء يرتب له ترتيبات ويعلن عنه وتقام ولائم، أو في بعض البلاد ينصب خيام وسرادقات، هذا كله من مخالفة السنة في العزاء. العزاء هو الدعاء، تدعو للميت وتدعو للحي المصاب بدون ترتيبات وبدون توقيت وبدون. نعم.